السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنحاول نصلح الشاحن دوت. الشاحن ده شاحن انفينكس من الحاجات السريعة. لو قرينا عليه هنا اهوت، أنا مش شايف الحقيقة كويس. 5 فولت، من 5 لـ 8 3 أمبير، ومن 8 لـ 9 2.7 أمبير، ومن 9 لـ 12 2 أمبير. ده اللي بيسموه الفاست شارجر. هنحاول نشوف هو ليه مش شغال. يعني انا موصله هنا بالتليفون السامسونج ده لما بنركبه. ما فيش اي حاجة خالص. طيب نفتح ونشوف كده. الشاحن ده عادة بيبقى الوش دوت بتاع اليو اس بي بيبقى لازق، فبنمشي بحاجة رفيعة كده تكون معدن مثلا. نكسر بس اللزق بتاعه اللي جوه. سن الجفت ده رفيع جدا جدا، فيبقى سهل اوي انه يدخل. اهو اتفتح معانا على طول. طبعا ده زي ما احنا شايفين داخل وملزوق زي السيليكون اللي بيلزقوا بيه دوت. فنمرة واحد السيليكون ده لازم الاول اخليه يبقى مش لازق في البلاستيك، فاقعد ازق كده بحاجة برضو رفيعة، مثلا سن مطوة رفيع. انا بستعمل الحقيقة سن الجفت ده لان هو عامل زي السكينة في اوله خالص، رقيق جدا جدا. نيجي في حتة ما يكونش فيها مكونات من تحت عشان منبوظوش. نمسك ونشد، طلع معانا اهو ما شاء الله. خد بالي طبعا لو المكثفات بتاعت الدخل شحنة عشان ما تكهربش. واضح الحقيقة ان هو يعني صنعته نظيفة قوي. واضح ده البريدج بتاعي اهو، وراكب فيه من تحت مكثفات التنعيم بتاعتي. وراكب عندي هنا اهوت فيوز، وراكب عندي هنا اهوت ان تي سي عشان الانرش كارنت. ده المصفت الرئيسي بتاعي، وده الايزوليشن لاين اهو، خط العزل ما بين الاي سي وما بين الدي سي. البي دبليو ام بتاعتي، الاوبتو كابلر بتاعي، المصفت الرئيسي اهو، ودول الاي سيهات اللي بتحدد الشحن السريع او اشحن كام فولت بناء على الموبايل بيقبل قد ايه. مكثفات التنعيم، الترانس بتاع الفريكونسي ترانسفورمر بتاعي. الحقيقه صناعته نظيفه جدا جدا، بس انا مش عارف مش شغال ليه، فهنحاول نوصل له كهربا كده ونشوف هو ليه مش شغال. نقيس عليه طبعا هنا تلامسات اليو اس بي اهي، وعندي هنا واحدة اهي، والاتنين اللي في النص واحدة اهي. بس غريبة اوي الاتنين اللي في النص ملحومين مع بعض، ودي غريبة جدا. المفروض في الشاحن العادي يبقوا ملحومين مع بعض، في الشاحن السمارت اللي هو بيبدأ يشوف الموبايل بيقبل كام ويديله الفولت ويغير الفولت، لازم دول يكونوا بيتكلموا مع التليفون عن طريق احنا عارفين اليو اس بي عبارة عن 4 اسلاك زائد وناقص بيبقوا على الاجناب، واللي في النص بيبقوا الداتا بتوعي. الداتا دول بيقدر الشاحن عن طريق خطين الداتا انه يتكلم مع الموبايل ويعرف هو بيقبل انه بروتوكول شحن سريع، هل هو كيو سي 1 ولا 2 ولا 3 ولا ايه بالظبط. ده اذا كان كوالكوم يعني. طب هنوصل الكهرباء الاول ونشوف هل هنا في فولت على الحتت دي ولا لا.
دي الحقيقة جادجت صغيرة كده أنا عاملها على إيديا عشان لما أحب أوصل كهرباء لحاجة مفتوحة. ده جزء من أدابتور موصل فيه ال 220، بس الطريقة ما تعملش حاجة خالص يعني، ما تلمسش في حاجة. وفي الآخر خالص موصل فيه جاكين بحيث إن أنا أقدر أوصل أي حاجة عايز أوصلها 220 أقدر أوصلها ل 220 زي ما أنا عايز. فأنا هاجي هنا وأتوصل في ده، بالي ما لمسش في حاجة تانية خالص. دول كده لو جينا هنا واتحطينا على الاي سي نشوف فيه فولت واصل ولا لا. اساسا واصل الفولت 240، 244 ما شاء الله. طيب نبص نجيبه على الدي سي ونقيس على المكثفات. دول كده رجلين مكثف 340 فولت تمام. طيب نقيس على طرفين نطلع 5 فولت تمام جدا. امال ليه ما بيشحنش؟ طيب نوصل تاني كده الموبايل. ونشوف. لا هو دلوقتي الموبايل اشتغل وبدأ يشحن، مش عارف باينة ولا لأ. طيب يبقى كده العيب اللي عندنا عيب بسيط جدا بيحصل دايما. ناخد بالنا من هنا، الموبايل الشاحن دوت بيوصل بالكهرباء هنا بالطرفين دول عن طريق بنزين صغيرين قوي هنا جوه، شايفينهم؟ ادي بنز اهو وبنز تاني اهو. لما بيحصل باد كونتاكت ما بين اي واحد من دول وما بين الخط بتاع ال 220 ما بيلمسش كويس، فيبقى الشاحن اوصل له من هنا كهرباء ما يطلعش من هنا حاجه خالص، لان ده مش واصل بالبورده من جوه. طلع عيب في منتهى التفاهه ومنتهى الهيافه. طيب كويس، الموبايل ده يعني مركون بقاله فتره طويله فبطاريته ميته يعني، فهياخد وقت شويه على ما يقوم، بس كويس ان هو الشاحن اشتغل معايا. شايفين الحتتين دول؟ الحتتين دول دي ودي هنضفهم من جوه كويس، ويتقفلوا شويه بالبنسه اللي تبوظ، يتقفلوا شويه كده لجوه عشان يبقوا ماسكين في طرفين الشاحن نفسه. نحاول نجيب حته صنفره صغيره قوي بحيث ان انا اعرف ادخلها هنا اهو. كده نضاف جدا من جوه، نجيب البنسة اللي تبوظ ونقفل عليهم شوية. طبعا هيركب معانا دلوقتي بالعافية، مش هيركب بسهولة لأن الحتتين دول اتقفلوا جامد شوية. في هنا مجرتين للبوردة، مجرة اهي ومجرة اهي عشان ما ندخلش بالعافية، تبقى كل حاجة واضحة. اول ما ينزل في مجرة البوردة ينزل عادي، لما ادوس بقى جامد التكة دي بتاعت ان هو دخلت الحتتين هنا اهوت. ده طبعا ممكن نلحمه باي حاجة، الغطا بتاعه يعني يتلحم بنقطتين سوبر جلو او امير او اي حاجة بحيث ان هو يبقى ماسكه، بس لو اضطريت لا قدر الله افتحه تاني يبقى ايه سهل ان انا افتحه تاني. نركب هنا كده ونشوف. طلعت علامة الشحن اهي، بس البطارية طبعا انتوا عارفين لما البطارية بتاعت الموبايل بتموت خالص والموبايل بتركن فترة البطارية بتاخد فترة على ما تقوم، مش على طول بتروح قايمة وتروح شحنة معايا، بياخد فترة كده وبعدين بتبدأ خالص من 0% وتبدأ بقى تشحن معانا.
وبكده يبقى الفيديو دوت خلص خلاص. نشوفكوا في فيديو قريب إن شاء الله. سلام عليكم.